السلام عليكم. حما قديم شو معنا فيديو باستعراض الجيش السعودي جامد الفيديو عودناك تشترك في القناة نصفي 1000 مشترك وضغط لايك نصفي أبعد من اللايكات. يلا نبدأ الفيديو. بدأنا الفيديو بأول مشهد الراجل بيمشى وعامل رملة يجيب رملة بقوات الخاصة القوات الخاصة دعمنا بقى القوات المشاة وكده تحرير المناطق من داعش في الأماكن ديت. واو عالجيش واو الاستعراض العسكري واو دول لكسر الجزاز يعملوا مناورات عشان يبقى في عربية كده عايزين يحاربوه ولا حاجة. دي بقى الاستعراض العسكري واو الاستعراض عامل ازاي. دي الطائرات الحربية دي قائد ملك السعودية للطائرات مهارات للطائرات الجو للقوات الخاصة قوات الشرطة استعراض القوات. شوف استعراض ازاي وبقى الدبابات واو دي المكان بقى الرادار وكده بيكشف المكان عشان يشوف حد جاي من بعيد من اللي جاي واو بالقوة بيتكلموا دي السفن والجيتشات البحرية للطائرات دي قاذفة الصواريخ الأمريكية اللانشا قوة المشاة حاجة تاني كده بشر الطيارة يجيبولنا كمان التصوير من فوق الطيارة يبقى القوات برضو بتعمل غارات على الأعداء طائرات الجامعة في العربية السعودية بحاجة الطائرات الصواريخ في الصاروخ في الظباط في الطائرات بأهداف حية طيارة الهليكوبتر نازلة ماشية على الأرض أكنها ماشية على الأرض طيارة الهليكوبتر يبقى طيارة الهليكوبتر برضو دي الملكة وشوف الاستعداد الجيش وكده دي طائرة المظلات ونطلب السنايبر النصر هنجيبوا أهداف من بعيد نجيب 800 متر الأهداف دي برضه المدرعات وبتاع والماتشات والطائرات يعني السنايبر ده ممكن نطلب واحد ونروح نعلي بالاتنين الطائرات نعملها على الصواريخ وصوار الطائرات دي برضه أنواع أسطوانية كده والرافار وزن الطيران دي المدرعات الأسعاف الأولية دي بقى الأسعاف برضو شوف مدروك هم فوق مش علينا على الحبل مدروك يا سلام الجيش السعودي برضو ايه جيش قومي تاني أقوى جيش عربي بعد مصر هي الأول وكان السعودية مصر دي بجهد الصواريخ المدافع والطائرات اهي شوف عامل ازاي الطيارات دي من زمان الطيارات القديمة دي بقرا القرآن عشان جنبنا سبحانه وتعالى بقرا القرآن في العربية وكده بيقراهم هنصوهم بيصلوا هو عالم السعودية دي القوات البحرية عامل ازاي كلهم وصلوا بقى وظيفة الصواريخ بقى الاستعراض العسكري بس في ناس جنبين في الاستعراض العسكري موت والطائرات فوقيهم على طول الطائرات يبقى قوات المشاة دي قوات الخاصة عامل ازاي واو القوات الخاصة يبقى قوات المشاة شوفوا عامل ازاي في الطائرات بتوزن الصواريخ برضو وكل صوت الناس باشتراك نص الى 1000 مشترك وضغط لايك نص الى ابرد من الكود ومع السلامة.